نبدأ منين؟ نبدأ من ماتش امبارح الأهلي وفاركو، شايف الماتش كان عامل ازاي؟ كانت اكيد مباراه مثيره، وخصوصا النادي الاهلي دايما لما بيتعرض لمواقف صعبه بيروح للثلاثه بونت، ويمكن كل محبين النادي الاهلي او كل جماهير النادي الاهلي بيبقى عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه وملوك التسعين. ملوك التسعين دي حاجه مش جديده على النادي الاهلي، يمكن اي مباراه بتخلص مع صفاره الحكم. صحيح. يمكن انا اتربيت داخل النادي الاهلي وعشت شويه في الجيل الذهبي للنادي الاهلي، وان احنا بنلعب لحد صفاره الحكم. صحيح. ممكن حد بيقول لي بنلعب لحد الدقيقه 90، لا احنا بنلعب لحد صفاره الحكم، ودي حاجه مش جديده على النادي الاهلي في مواقف كتير جدا وكبيره جدا وبطولات كتير جدا. النادي الاهلي بيلعب لحد صفاره لحد الدقيقه، تلاقي النادي الاهلي في الدقيقه 96 في الدقيقه 98 بيقدر ان هو يحقق المكسب، ودي روح الفانيلا اكيد يعني. صح. كولر غير التشكيل المره الثالثه امبارح، رايك ايه في تغيير التشكيل اللي بيلعب بيه كولر وتشكيله في اخر مباراه اللي هي كانت امبارح من بدايه المباراه؟ انا بشوف كتر التغيير في التشكيل او كتر التغيير في القوام الاساسي حتى اللي بيبدا بيه او وضع لاعب في مكان مش مكانه، ده هياثر على الاداء الجماعي لشكل التيم. يمكن ده اللي مأثر على مدار المباراتين اللي فاتوا. يمكن مستر كولر في اول 6 مباريات كان مثبت التشكيل بشكل كبير جدا، وكان بيلعب بالفيرود الصريح اللي هو رقم 9، سواء محمد شريف، حسام حسن، شادي حسين. لكن بنشوف مباراه امبارح يمكن الاهلي اتعرض لصعوبات شويه في المباراه، لان انت ما بتلعبش بفيرود صريح ان هو يقدر يترجم لك الهجمات. كان بيلعب بدون فيرود صريح، او بيلعب ببرونو سافيو بيلعب بيه زي فيرود وهمي، بيلعب 3 فلات قدام. لكن اكيد هتواجه صعوبات، لكن كتر التغيير في التشكيل ده هيواجهك صعوبات على المستوى الجماعي، وده يمكن ظهر في المباراتين الاخر ان النادي الاهلي حقق مكسب، او المباراه اللي فاتت كان حقق التعادل. لكن اكيد هتواجه صعوبات طول ما انت بتغير في التشكيل كمدير فني، اكيد هتواجه صعوبات في المباراه. لكن طول ما انت مثبت التشكيل بتلعب كل لاعب في مركزه، المباراه هتسهل عليك بشكل كبير جدا، وخصوصا مع النادي الاهلي. زي ما بتكلم دايما عن لعيبه النادي الاهلي او عن اوضه لبس النادي الاهلي، هي فيها كل مقومات البطوله، وده اللي بيحققه لعيبه النادي الاهلي اللي هو التارجت. حتى لو احنا ادائنا ما وصلش لل 100% او في لعيبه كتير مش في فورمتها او في بعض العقبات في المباراه، ممكن تلاقي فريق بيدافع بشكل كبير جدا ومقفل لك مساحات. لكن هنا لعيبه النادي الاهلي بالروح والعزيمه بتروح لحته الثلاثه بونت، يعني اهم حاجه نحقق الثلاثه بونت. مش هيبقى فارق معانا الاداء على قد ما ان احنا نحقق الثلاثه بونت، لان ده الهدف اللي احنا بنبقى عايزينه من المباراه في الاخر، هو الثلاثه بونت اللي بيقربونا حتى من بطوله الدوري. كابتن حضرتك مع ده، مع انه الثلاثه بونت ايا كان الاداء في بعض الاوقات في مجريات الامور، او ممكن الظروف اللي بيتعرض لها الجهاز الفني او بعض اللعيبه، او ممكن يبقى عند المدير الفني غيابات، او ممكن يبقى عنده قناعات شخصيه ان هو عايز يجرب لعيبه في اماكن ثانيه. فانت هنا بتروح لحته ان اللعيبه ما تاخدش منها ال 100% بتاعتك، ممكن لعيبه مش فورمتها، ممكن ما يبقاش يومك. لكن الهدف اللي في الاخر ان انت مهم تحقق 3 بونت. يمكن بتختلف مع اي فريق تاني لو مش بيلعب على البطوله، ممكن يتعادل اكتر من مباراه، ممكن يخسر اكتر من مباراه، لكن البونت مع النادي الاهلي في بطوله الدوري او اي بطوله بيشارك فيها دي اكيد هتفرق معاه بشكل كبير جدا، لان هو كل بونت بيتحسب عليك، وخصوصا داخل النادي الاهلي انت على طول مطالب بالمكسب. جماهير النادي الاهلي او على مدار العصور كل اللعيب لاعب في النادي الاهلي هو رفع سقف طموح الجماهير. جماهير ان المطالبين لما نخش اي بطوله بنحققها، يمكن ده حصل معايا انا في بطوله 2007 لما خسرنا الفاينل امام النجم الساحلي. الفتره دي كنا واخدين، دخلنا في 7 بطولات حققنا 6 بطولات. فلما خسرنا البطوله دي في النهائي بطوله افريقيا، لقينا كابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب بيحاسبونا على البطوله، انتوا ازاي ما تحققوش البطوله؟ كانك ما خدتش اي حاجه. فلا هنا الكل مطالبين. عارف ده يفكرني بتصريح موسيماني لما قال انه في النادي الاهلي ببقى عامل كل حاجه، واخد كل البطولات، ولو خسرت ماتش واحد بس الجمهور بس. هو ده الصح. البطوله اللي مع مستر موسيماني، يمكن بعد ما حققنا 9 بطوله افريقيا الناس بتطالبه بال10، بعد ما حققنا ال10 الناس بتطالبه بال11. بس في حاجه برضو هند، ردا على كلامك، يعني انا كواحده من جمهور من جماهير النادي الاهلي، انا بطمح دايما اكتر في يعني انا
زعلانه من فريق الاهلي، يعني حاسه ان لا يا جماعه مش لازم في اخر 90 دقيقه، احنا نقدر نجيب احسن، نقدر نعمل احسن، مش لازم في الدقيقه الاخيره، مش لازم بتشجيع الجمهور قوي نقعد قاعدين على اعصابنا، مش لازم نبقى قاعدين على اعصابها. بحس ان احنا نقدر من الاول نعمل يعني زي ماتش فيوتشر بالظبط، لو كانت الدنيا من بدري دايما من بدري نقدر، والله نقدر نعمل ده. فانا ببقى واحده من الجمهور لا عايزه من الاول، مش عايزه اقعد على اعصابي لغايه الاخر. بحس الجمهور بهتافه هو اللي بيحرك اللعيبه، هو اللي بيجيب اللعيبه بتاع بلس 90 بالظبط. هو بلس 90 انا بالنسبه لنا الجمهور رقم واحد، يعني هو رقم واحد قبل حتى الفرقه، لان هو بيفضل مساند، وده يحسب لجماهير النادي الاهلي ان هي بتفضل مسانده في الحلوه والمره معاه، وده بيبان حتى قبل كده لما خسرنا 5 من سان داونز. مفيش جمهور في العالم هتلاقيه بيشجع فريق وهو خسران 5 من سان داونز، فيرجع البطوله اللي بعدها نكسب سان داونز في الادوار ونعدي من سان داونز وناخد بطوله افريقيا، فده اكبر رد. فهنا اللي حضرتك بتتكلمي فيه ان لا، اللعيبه وعلى مدار تاريخ النادي الاهلي والاجيال داخل النادي رفعت سقف طموح الجماهير، يعني انا مش عايز اقعد لحد اخر دقيقه، انا عايز اكسب على طول. ما هنا دي مسؤوليه على اللعيبه، ده اللي انا بتكلم فيه، ده مسؤوليه على اللعيبه او مسؤوليه على اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي، ان انت مطالب على طول بالمكسب. ممكن انت تبقى بتلعب في فريق بتتعادل عادي وبتخسر عادي، يمكن ده جربته حتى بعد ما مشيت من النادي الاهلي، ان في لعيبه ممكن تخسر عادي او تتعادل عادي. لا انا مش متعود على كده، النادي الاهلي محققني يعني حاطط لي تارجت، وده كان باين حتى في اللائحه بتاعت المباريات ان انت بتحقق 10 بونت من 12 بونت. لو هتحسبيهم هتلاقيهم 3 مكسب وواحد تعادل. فالاربع مباريات كنا بناخد حتى مكافات كل اربع مباريات، لو جبنا 9 بونت ما ناخدش ولا مكافاه. يعني كسبنا 3 مباريات وخسرنا مباراه ما ناخدش ولا مكافاه من المكافآت كلها فعلا، لكن نحقق ال 10 بونت. وده يمكن حتى الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها كنا بنحسم الدوري قبلها بسبع اسابيع، يعني ب 21 بونت كنا بنحسم الدوري الثاني اللي هي مع النادي الاهلي، حسمنا الدوري قبلها بخمس اسابيع. فكانت عشان كده هنا انا بشوف ان الجيل اللي انا كنت منتمي ليه كان من افضل الاجيال في تاريخ النادي.